السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته نزل الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه ذكرا الى انه راح يكون عندنا اخبار في غايه الاهميه راح نتعرفوا عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو. ايضا راح نشارك معكم المشروع الجديد الذي اطلقه الفيفا والذي دعا الجزائر من اجل أن تدشن هذا المشروع الجديد، وراح نشارك معكم علاش من الأساس تم استدعاء الجزائر من أجل أن تكون هي أولى المنتخبات لتدشين هذه المسابقة الجديدة وهذا المشروع وهذه البطولة الجديدة. كل التفاصيل راح تعرفوها إن شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدون المرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. ما نطولش عليكم خاوتي، ندخل مباشرة إلى الموضوع. نبداو بالخبر الأول واللي يتعلق بمشروع الفيفا الجديد والذي تحت عنوان فيفا سيريز، كما تشاهدون في هذا المصدر الظاهر امامكم الموثوق. طبعا اكدت لنا جريده ذا اثلتيك الانجليزيه ان الفيفا رسميا اطلقت مسابقه وديه جديده، وتم طرح النسخه الاولى من هذه المسابقه الفيفا سيريز يعني من طرف رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم جياني انفانتينو في اواخر سنه 2022 في شهر ديسمبر، وستقام في اول مره في الفتره الممتده بين 18 الى غايه 26 مارس من هذا العام. ومن الان فصاعدا سيكون حدثا يقام كل سنتين، يعني راح تكون مثل بطولة كأس أمم أفريقيا، مسابقة ودية تلعب مع عدد من المنتخبات، وبطبيعة الحال أعزائي الكرام تقام كل سنتين، يعني ستقام سنة 2024 في شهر مارس المقبل، وستقام سنة 2026 و28 وإلى آخره. وطبعا راح نشارك معكم حاليا حسب المصدر هذا ما هي مسابقة الفيفا سيريز. طبعا هي مسابقة لمشاركة 20 منتخب وطني من جميع الاتحادات القارية الستة للعب سلسلة من المباريات الودية ضد بعضهم البعض. وطبعا أكد مدير الاتحادات الأوروبية اللي هو واحد من مؤسسي هذه البطولة، أكد قائلا إنها فرصة عظيمة لتمكين الاتحادات الأعضاء التي لا تتاح لها فرص منتظمة من أجل اللعب ضد فرق من اتحادات قارية أخرى. يعني هذه المسابقة ستتيح للمنتخبات بها تلعب أمام منتخبات خارج القارة الخاصة بها. على سبيل المثال المنتخب الوطني الجزائري كي راح يشارك في هذه البطولة راح يلعب أمام منتخبات أوروبية وأسيوية ومن أمريكا اللاتينية وإلى آخره. وطبعا أكد المصدر بأن الدول المضيفة لهذه البطولة هي الجزائر وأذربيجان وسريلانكا والمملكة العربية السعودية، بالرغم من أنها لن تلعب المملكة العربية السعودية إلا أنها ستستضيف هذه المباريات. وطبعا بما أن هذه المباريات الودية تعتبر ودية فقط وليست رسمية، فإن الفيفا لا يقدم أي جوائز مالية ولن يتم توزيع أي جوائز أخرى يعني للفائزين في هذه المسابقة. حاليا شارك معاكم من سيشارك في هذه البطولة الخاصة بفيفا سيريز. طبعا أكد لنا المصدر أنه ستستضيف الجزائر، بوليفيا وأندورا وجنوب إفريقيا، فيما ستستضيف أذربيجان، منغوليا وتنزانيا وبلغاريا. هنا نتوقف عزيزي الكرام ونشرح لكم أكثر. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد باللي أنه راح يحتضن بطولة ودية هنا في الجزائر، وراح يلعب أمام أندورا، وكذلك أيضا راح يجيو عندنا كل من منتخب بوليفيا وأيضا جنوب إفريقيا، راح يلعبونا في شهر مارس إن شاء الله. وهذه المسابقة الدولية الودية أطلق عليها اسم فيفا سيريز، والجزائر يعني كانت من اولى المنتخبات او من اولى البلدان اللي راح تحتضن هذه البطوله. هنا نجيو للسؤال المهم، علاش الفيفا اختارت الجزائر بالضبط وبعض البلدان الاخرى وما اختارتش يعني منتخبات وبلدان اخرى؟ طبعا اكد لنا المصدر باللي انه الفرق الاعلى تصنيفا الذي سيشارك في فيفا سيريز هو المنتخب الوطني الجزائري، والذي يحتل المركز 43 في الترتيب. يعني في هذه المسابقه المنتخب الافضل فيهم هو المنتخب الوطني الجزائري من ناحيه ترتيب الفيفا، مع سريلانكا صاحبه المركز الادنى تصنيفا حيث يحتل المرتبه 204 الى 210. وطبعا يقول رئيس الاتحادات الاعضاء الخاص بالفيفا لا تواجه الاتحادات الاعضاء الكبرى اي مشكله في العثور على مباريات وديه ضد اتحادات الاعضاء الكبرى الاخرى سواء كانت داخل اتحادها القاري او اتحاد اخر، لكن عندما تتراجع في التصنيف تجد ان الكثير من الاتحادات الاعضاء لم تلعب مطلقا ضد فريق من اتحاد قاري اخر. يعني هنا
واش حب يقول؟ حب يقول باللي انه مادام المنتخب الوطني الجزائري هبط في ترتيب الفيفا سيجد يعني صعوبه في احتضان مباريات يعني امام منتخبات خارج القاره الخاصه به، بالرغم من انه المنتخب الوطني الجزائري هو الافضل في ترتيب الفيفا من ناحيه هذه البلدان اللي راح يشاركوا في هذه البطوله الفيفا سيريز، الا انه المنتخب الوطني الجزائري يعتبر من المنتخبات اللي تراجعت في ترتيب الفيفا، فبالتالي داروا هذه المسابقه باش يساعدوا هذه المنتخبات وتلعب امام يعني منتخبات خارج القارة التي تلعب فيها، مثل المنتخب الوطني الجزائري راح يلعب أمام منتخب بوليفيا وكذلك أندورا وجنوب إفريقيا. وعلاش داروا هذه المسابقة من الأساس؟ طبعا يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون هذه المباريات التي تضم 20 فريق مع رغبتها في توسيعها في السنوات المقبلة بمثابة تمرين مفيد لبعض المنتخبات الوطنية، يعني انترانمو لبعض المنتخبات، وسيصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا دون أي خبرة تقريبا على المستوى الدولي خارج قارتهم. وبالنسبة لتلك الاتحادات الأعضاء نحن نقدم فرصا للتنافس ضد أساليب لعب أخرى. يعني الفيفا واش دارت هنا؟ عطت المنتخب الوطني الجزائري وهذه المنتخبات اللي راح يشاركوا في هذه البطولة فكرة كيفاش المنتخبات الأخرى تلعب خارج القارة الخاصة بها. فهمتوني خاوتي ولا ما فهمتونيش؟ يعني الفيفا دارت هذه المسابقة من الأساس باه المنتخبات هذه تنمي الخبرات نتاعها خارج القارة السمراء. على سبيل المثال كنتكلموا عن منتخب افريقي وداروا هذه المسابقة الجديدة فقط باه كي يوصلوا لبطولة كأس العالم فيفا سنة 2026. المنتخبات هذو اللي راح يشاركوا في هذه البطولة ان شاء الله يكونوا على دراية يعني واش راح يستناهم امام منتخبات من مختلف الدول والقارات. هذا هو لب الموضوع عزيزي الكرام، ان شاء الله نكون وضحت لكم قدر المستطاع. حاليا ننتقل الى الخبر الموالي. لم اتاكد لكم في الاونه الاخيره باللي انه الكون اغويرو سيعود الى لعب كره القدم مجددا بعدما ان طبيب الخاص به اكد باللي انه يستطيع العوده الى النشاط الرياضي مجددا. ها هو رسميا عزيزي الكرام يعود الى فريقه بدايه من الاسبوع المقبل ان شاء الله. هذا اللاعب سيلعب مع فريقه السابق وسيجرب واش يقدر يلعب على مدار المستوى الاحترافي ام العكس. فاذا راح ينجح الكون اغويرو راح يعود الى شاطئه الرياضي وذلك بصفه رسميه ويعود الى لعب كره القدم مجددا. ننتقل حاليا الى الخبر الموالي. طبعا رياض محرز شارك معنا اليوم تغريده وفيديو اكد من خلاله انه رسميا اطلق تطبيقه الخاص، وطبعا هذا ليس اعلان بل انه حبيت فقط نوضح لكم واش كاين في هذا التطبيق. المهم التطبيق هذا حسب تصريحات رياض محرز راح يكون فيه انترفيوهات وكذلك تصريحات يعني ما كايناش يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل انه راح تكون فقط في التطبيق الخاص به بالاضافه الى بعض الفيديوهات والصور الحصريه الخاصه برياض محرز. وكما قلت لكم هذا ليس اعلان ممول يعني لتطبيق رياض محرز، فقط حبيت نشارك معاكم ماذا يوجد فيه. ننتقل حاليا الى الخبر الموالي. امير غويري يعني قدم واحد من ارقى المستويات نتاعو، واحد من اجمل الاهداف نتاعو امام نادي باريس سان جيرمان، وبعد تسجيل هدف مارادوني هو رسميا يتواجد في التشكيله المثاليه للدوري الفرنسي بتنقيط 8 من ضمن 10 حسب جريده ليكيب الفرنسيه، وكذلك ايضا حسب موقع هوسكورت هذا اللاعب الدولي الجزائري وضع اسمه باحرف من ذهب في هذه القائمه الظاهره امامكم بتنقيط 8.74. فمزيدا من النجاحات ان شاء الله. حاليا نتحدث عن زين الدين زيدان. زين الدين زيدان اليوم فجر قنبلة من العيار الثقيل وذلك بعودته لعالم التدريب مجددا، حيث صرح قائلا المستقبل في إيطاليا، لماذا؟ أي شيء يمكن أن يحدث الآن، أفعل أشياء أخرى ولكننا سنرى، أود بالتأكيد العودة إلى التدريب وعالم تدريب كرة القدم. زين الدين زيدان يستهدف العودة إلى التدريب، وطبعا ممكن أن الوجهة راح تكون في إيطاليا. اما بالنسبه للخبر الموالي، بعدما ان تاكد لنا ان كيليان مبابي رسميا سينتقل الى نادي ريال مدريد ابتداء من الميركاتو القادم وذلك بشكل مجاني من فريق نادي باريس سان جيرمان، اليوم رئيس دوله فرنسا عزيزي الكرام استدعى كيليان مبابي يعني في قصره من اجل تناول مأدبه عشاء مع ماكرون شخصيا رئيس دوله فرنسا وكذلك امير قطر مالك باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك حسب مصدر لو باريزيان. يعني شوفوا راح يكون واحد من هذين السيناريوهين اللي راح نقوله لكم، يا اما مأدبه عشاء توديعيه لكيليان مبابي، يا اما ضغوطات لكيليان مبابي من اجل البقاء في الدوري الفرنسي مجددا ولفتره اضافيه. لانه شفنا انه رئيس دوله فرنسا سابقا كان يضغط على كيليان مبابي باه يبقى في نادي باريس سان جيرمان، وهذا بالضبط ما فعله عزيزي الكرام لانه كان قريب ان ينتقل في السنوات الماضيه وفي الميركاتوهات الصيفيه
الماضيه، ولكن بعد هذا اللقاء سيتم حسم مستقبل هذا اللاعب. ولكن لويس انريكي مدرب يعني نادي باريس سان جيرمان اعلنها بان وذلك بصفه رسميه من الان فصاعدا لن يشرك يعني كيليان مبابي في كل المباريات كلاعب اساسي، بل انه حاليا بداوا يبحثون عن البديل اللي راح يكون بديلا لكيليان مبابي في فريق نادي باريس سان جيرمان باه يسد الثغره بعد رحيله الى نادي ريال مدريد، وهو بنفسه اكد بانه سينتقل يعني في الميركاتو المقبل. رسميا كل شيء اعزائي الكرام اتضح، وان كيليان مبابي سيرحل عن فريق نادي باريس سان جيرمان. بيب غوارديولا اعلن التحدي وذلك بشكل رسمي، حيث صرح قائلا: لقد دخلنا المرحله الحاسمه في الموسم في الدوري الانجليزي ممتاز، ولقد وصلنا الى المرحله التي كل مباراه تساوي نهائي. انا استمتع كثيرا بهذه المرحله، ويجب ان نمتلك الاستمراريه ونمتلك الجاهزيه الذهنيه ونحن جاهزون لها. وقلت لكم انه بيب غوارديولا يا جماعه ونادي مانشستر سيتي هذا الموسم ايضا سيفوز بالدوري الانجليزي الممتاز بدون ادنى اي شك، لانه حاليا الفارق بينه وبين متصدر الدوري الأول هو نادي ليفربول نقطة واحدة فقط. إذا راح يخسر نادي ليفربول، نادي مانشستر سيتي سيعتني الصدارة، وذلك بشكل رسمي. وبيب غوارديولا هو يعلن التحدي وذلك بشكل شرس ورسمي. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي ما قبل الأخير. رسميا نجم الدولي الجزائري المعتزل لاعب نادي ميتزا الفرنسي الواو ألكسندر أوكيجا يفوز بجائزة أفضل حارس وأفضل لاعب في الشهر لشهر جونفي المنصرم. أما بالنسبة للخبر الموالي والأخير رسميا في البطولة الوطنية، سيكون عندنا تقنية الفار، وطبعا أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيتم استعمال تقنية الفار ابتداء يعني من الربع النهائي لبطولة كأس الجزائر. فما رأيكم أنتم في هذا القرار أعزائي الكرام، وهل تعتقدون أن يعني تقنية الفار ستسهل وستطور الكرة الجزائرية أم أنها ستبقى في نفس المستوى؟ وطبعا تقنيات الفار لن تكون في جميع الملاعب، بل انه ستكون في فقط الملاعب التي تكون فيها تقنيات متطوره وقادره تستضيف وتحتضن هذه التقنيات اعزائي الكرام الخاصه بتقنيات الفار. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في التعليقات، ودون فرعات الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.